أشهر خطين في اللغة السريانية هما خط السيرتو أو الصراط أو وخط الاسترانجالي. ما هو المطلوب منك الآن وأنت تسمع هذا التعريف أن خط سيرتو هذا يعني ماذا؟ يعني صراط، يعطيك معلومات هكذا في جانب الكلام ويفحمك بهذا العلم الفائض بأنه بالذات يحسن المقارنة بين السريانية والعربية. في الحقيقة أولا كلمة صرت هنا تكتب بالسين، حرف السين، سأستعمل الأسماء العربية لهذه الحروف. يعني هنا إذن حرف الصرت كما هو أمامكم يبدأ بحرف السين ولا يبدأ بحرف الصاد، فكيف يقابل في العربية صراط؟ أولا. ثانيا، لم يقل أحد أبدا من أهل اللغة السريانية أن صرت تعني صراط. ثالثا، لا معنى أن يكون لهذه الكلمة معنى صراط، وهي تعني يعني ما هو وجه العلاقة، والصراط في العربية هو الطريق، وإذا كان مستقيما يقال الطريق المستقيم، لكنه يعني الطريق. رابعا، صرت في كل مكان، في المعاجم في كل مكان تعني خط، لاين، LINE، تعني خط. ولو كان هذا الشخص يفهم حقيقة العلاقة بين العربية والسريانية وكان قد درس الساميات لعلم أن هناك شيء اسمه القلب المكاني، أن في الحروف في اللغات السريانية هناك بعض الحروف الكلمة تنتقل إلى لغة أخرى فتتغير مواقع الحروف. وعندما نتحدث عن الحروف، عندما نتحدث عن الحروف نتحدث عن الصوائط consonants، ولا نتحدث عن الصوامت consonants، ولا نتحدث عن الصوائط vowels. هذه العلاقة، لأن هذه الفاوز يعني ليس لها اعتبار كبير في العلاقة ما بين اللغات السامية. لو علم قضية القلب المكاني لفهم أن هذه الكلمة تعني صرت، تعني في اللغة العربية تقابلها سطر، قلب مكاني بين السين والطاء، لكنه يقول أي كلام، يأتي بأي قواعد، كلمتين لا علاقة لهم ببعض يأتي بأي كلام، وحتى المعنى لا علاقة له بهذا الحرف، لأن هذا الحرف سمى صرته بسبب أنه يكتب بطريقة الخطوط، هو خط سهل الكتابة يعني على طريقة هذه الخطوط يعني الظاهرة الواضحة، عكس الخط الإسرانجيلي الذي يكتب بحروف مائلة حتى أصلا هو معناها المدور يعني. فيعطيك أي معنى حتى ينشئ فيك حالة الإعجاب، رغم أنه كان في غنى عن أن يعطيك هذا الأمر، ليس هو ملزم أصلا ولا هو السياق يدعوه إلى ذلك، لكنه يريد أن ينشأ فيك حالة انبهار. تنبه معي دائما إلى هذه القضايا، فحديثنا في هذا الفيديو هو فقط في قضايا أسلوب خداع السامعين عند عرض الشبهات أو قبل حتى عرض الشبهات، لتهيئتهم لقبولها بعد ذلك بعد أن يستسلموا لعلم هذا المتحدث.